بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المنة والإحسان وذي الجود والإنعام، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم مع موعد مع غرة النبي صلى الله عليه وآله مع أم أبيها، مع المباركة، مع الصديقة، مع الطاهرة، مع المحدثة، مع المحدثة، مع الزهراء، مع فاطمة التي يفطم الله شيعتها من النار، التي طهرها الله في كتابه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكانت تمثل في حياة الرسول كما كانت تمثل خديجة عليها السلام، وكانت نعمة السند بعد أمير المؤمنين وبعد أبي طالب وبعد خديجة عليه السلام. وكان يقول في شأنها أبوها: فداك أبوك. وكذلك قال أبوها في خبر متواتر عند الفريقين: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.